أنا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أتحدث من دافوس. والموضوع اللي اهتميت به في نقاشي في نصف ساعة ثلاث أربع ساعات الأخيرة يتعلق بتغيير المناخ، وهل كوبنهاجن كان ناجح للدرجة اللي احنا نعمل كوبنهاجن تاني وتالت وهكذا. انا بقول ايوه، لانه حصل كوبنهاجن ادى الى زيادة الوعي العالمي بجدية التحدي المطروح في ما يتعلق بتغيرات المناخ. وفي رأيي كما قلت هناك وقلت في نيويورك من اسبوعين في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة وكل المنظمات الإقليمية والدولية الأمنية والاقتصادية وغيره، أنه هذا الموضوع تغيير المناخ فيه تهديد للدول، مستقبل الدول، وقد يؤدي، بل كثير من العلماء يتكلموا عن أنه ده في ظرف عقد اثنين أو ثلاثة قادم سيؤدي إلى تهجير ملايين الناس، وسيؤدي إلى إنهاء وجود دول تغرق بالكامل، وقد يؤدي أيضا إلى تأثيرات أرضية في دول كثيرة تؤدي إلى هجرة متوازية، تجدها في المحيط الهندي، في المحيط الهادي، في البحر الأبيض، في المحيط الأطلسي، دول كثير يتأكل، ممكن يتأكل شاطئها، ومن ثم الناس تهاجر، بالإضافة إلى المساس في الثروات ومصادر غذائية. ماذا يمكننا أن نفعل؟ ماذا يجب أن نفعل؟ هل نحن جاهزين الآن أو في ظرف 4-5 سنين أنه نواجه تسونامي أو زلازل واختفاء أراضي في نفس الوقت في أكثر من بلد، في أكثر من جهة؟ يعني 7-8 أحداث من اللي شفناها في حياتي أو شفناها في كده وقت التسونامي، نفس الشيء نفس الوقت. هل المجتمع الدولي قادر على هذا؟ وهل احنا استعدنا لهذا؟ ولا انا بقترحه واقترحته انه ضروري مجلس الامن نفسه ياخذ هذا الموضوع ويدرسه ويتكلم ويتخذ فيه القرارات اللازمه، وبالتالي يساعد كوبنهاجن ومؤتمر المكسيك القادم ومؤتمر بون، ما يبقاش بس مجرد مناقشه عامه وناس عماله تتكلم وممكن الناس ما تسمعش بعضها. وبعدين الصفقات اللي بتعقد الآن ما بين الدول الأكثر اتصالا بهذا الموضوع أو أكثر تأثيرا في موضوع المناخ يجب تتم في إطار توافق دولي، في إطار شرعي دولي، هو مجلس الأمن وليس في أطر كم دولة يجتمعوا سوا ويختلف هذا عن ذلك.